بدروس الأدب لهلا بيخلوكم تحفظوا أوزان الشعر؟ مع الأسف. عم يضيعوا لكم وقتكم. الواحد شو بيستفيد بحياته من أوزان الشعر ليحفظها؟ شو بده يكون فحص قبول الجامعة غير هيك؟ وبعد الفحص بتنسوهن. دراستنا كلها بتعتمد على الحفظ بأمريكا. الدراسة ممتعة كتير وكمان عملية كتير. سوزان شوفي هاد اليخت شو حلو، طلعي طلعي. كتير حلو فعلا. لحظة، حابين تطلعوا رحلة بالبحر؟ ليش ما قلتوا لي من قبل؟ بأورتو كيفي عندي رفيق من كم يوم بس اشترى يخت جديد ومنشان يحتفل فيه عامل حفلة، بتحبوا منروح سوا؟ ما في لزوم، خلاص غير مرة. هلأ أنت ليش ما بدك تروحي؟ والله أنا ما عندي مانع خليل بيك. خليل برات الشغل هلأ. أنت شو رأيك سوزان؟ قبل ما تعتم الدنيا ممكن. أي بس الحفلة ما بتصير بالنهار. يلا سوزان وافقي من لقيلون شي حجة. ماشي خلاص بشوف. ماشي.